Everybody, please welcome my Sapphire 50, Maria Nader. Okay, so أول شيء لأعرفكم عن حالي أنا ماريا للي ما بيعرفني درسة بزنس مانجمنت بلشت هيدا البزنس بدي طلع شوية مصاري ما كان في واي صراحة كان بدي طلع شوية مصاري لأنه ما بدي يكون محدودة بمعاش ووظيفة سو كان الأساس منه واضح الواي تبعيتي ما كانت عن جد بتخليني يكون عم بشتغل مزبوط بتخليني يكون عم بشتغل بطريقة صحيحة سو نهار اشتغل جمعة لا خبصت أول فترة اللي صار إنه بعد ما تجوزت عرفت حالي pregnant بعد فترة صغيرة وهنيك ضويت اللمبة هون إنه جاي بيبي منو البلان انه يصير في بيبي هلا عن على السريع وانا محدوده بمعاشي وجوزي محدود بمعاشه سو لا بدي اعمل شيء بدي بلش اشتغل شفت ناس عم تنجح شفت ناس عم توصل سو انا لازم بلش اشتغل بطريقه مزبوطه واللي صار انه بلشت اخذ البزنس بجديه تعلمت لايك like a pro صرت احضر للتريننج وكان قبل بلشت اوفلاين سو كنا ننزل على المكتب نحضر تريننج سوا احضر تريننجز بالبيت حضرت تريننجز اريك ووري كلهم مع نوتس اخذت البزنس لانه اخذت القرار اخذ البزنس بجديه لانه صار عندي كلير واي كون عم بشتغل عليها وكون عم بشتغل على اساسها سو من بعد ما اخذت التريننج وتعلمت البزنس بطريقه مزبوطه حطيت بلان وبلشت اشتغل عليه وكنت كونسيستنت يعني مش نهار ايه ونهار لا كنت كل يوم كل يوم كل يوم خلص شغلي اللي هي وظيفتي وانزل على المكتب اللي صار انه مثل اي حدا بلش البزنس بيصير في قدامه مطبات بيصير في قدامه قصص بتخليه يوقف بتخليه يرجع لورا ومش بس هيك ما كنت حابه كثير احكي عن هيدا الموضوع بالذات بس يمكن لانه كثير بتصير مع ناس هلا موجودين معنا انه السبورتر تبعي اللي هو بيقول لي لا انا كنت ادعمك كان ايام كثير يكبل لي هيك نكزات انه شو عم تعملي عم تهلكي حالك كرمال شو انه عم تتعبي وعم بتجي من الشغل وترجعي تشتغلي وترجعي تنزلي على المكتب وتتاخري انه كرمال شو كرمال 200 دولار انه لا شو قال له بكره بتشوف بس هو بيقول لي لا انا كنت ادعمك هو كان يدعمني بس هودي الكلمات اللي كان يكبون كانوا ينزلوني بالارض بس لانه عندي كلير واي ولانه شايف الفيجن وشايف الطريق وحاطه البلان قدامي كنت ارجع رجلج وما خليوني اسرف فيه وما ضلني مطوله بالداون تبعي انه انا تاثرت سو ارجع اوقف اشتغل consistency هي المفتاح تبع هيدا البزنس لانه الشخص اذا ما بيكون consistent بطريقه شغله بكل شيء بده يعمله ما بيكون consistent بالبلان اللي عم بحطه بيرجع بيتراجع وبلشت شوي شوي اسست تيم بهيدا الفتره بالبريجننسي 9 شهور أكيد في كتير ناس بلشوا معي في كتير ناس وقفوا والناس اللي متأملة فيهم إنه هن my best friend بلشت معي رح تكون عم بتساعدني رح نشتغل رجعت وقفت وهو القصص أكيد بيأثروا علينا بس اللي بدي وصلكم لقاله إنه إذا في a clear why انا عارفه حالي لوين بدي اوصل عارفه ليش انا عم بشتغل هيدا البزنس عارفه ليش انه في بيبي جاي على الدنيا انا ما في اتركه
ما في يكون متكلة بس على معاش اللي هو آخر الشهر. إذا في حال خلص المعاش آخر الشهر أنا شو بعمل؟ قبل ما يخلص الشهر وابني عايزني عايز شيء، كيف بقعد بندب حزي وأنا عندي opportunity أقدر أشتغل عليها وأقدر طور حالي وأوصل للي أنا بديه؟ So بس صرت بس ولدت هون ارتحت شوي لأنه أسست مزبوط، صرت عم بعمل passive income. هالpassive income ما كان هالواو يعني مش إنه كتير، بس passive income بخليني أقدر ما أشتغل على فترة قصيرة يكون مرتاحة وكون حد ابني. سو اللي صار إنه بعد ما ولدت تركت الوظيفة لأنه ثاقبت تركت الوظيفة، مش كان الهدف إنه أترك الوظيفة بعد ما ولد، بس اللي ريحني هو هيدا البزنس لأنه لو ما كان ما كنت قدرت كفيت. So, بعد ما بلش يكبر ابني شوي رجعت أكيد رجليج، واللي صار إنه بلش البزنس تبعنا يقلب أونلاين. So, صرت أقدر أشتغل أكتر حد ابني وهيدا الشيء اللي كمان دفشني زيادة. هلا اللي بعد هيك كان كل تفكيري ابني والواي تبعي كانت إنه أنا بدي أعرف وين التايمر، بس ماني عم بقش على التايمر انا ما بدي اوكي تمام. سو اللي صار انه بعد ما عرفت الواي تبعي اللي هي ابني واحتياجاته وما اكون قادره امن له كل شيء، صار في ديب واي كثير كبيره اللي هي الوضع البلد تغير، وصار في يعني لدرجة صرت حس إنه أنا وابني بطلنا بأمان. يعني أنا وعائلتي ببلد فيه كتير ما فيه أمان، ما فيه سيكوريتي، ما فيه عن جد أقدر أكون مطمنة بالي إنه ابني رح يكون عم يكبر بهيدا البلد. سو بوقتها صرنا نفكر إنه خلينا نسافر، خلينا نروح لبرات لبنان أتليست أمن له بالقليلة سيفتي لابني. وبوقتها لو ما أنا وصلت بعد أكيد هيدا الفترة كلها وصلت لمحل قادرة أكون عم بقدر أعيش برات لبنان، بقدر أستأجر بيت برات لبنان وبقدر على مصروف برات لبنان، ما كنت قدرت رحت. سو قررنا وسافرنا على تركيا ومساقبة أنا وجوزي اتنيناتنا شغلنا أونلاين. سو قلنا ضروري نطلع من هيدا الشيء اللي صاير بالوضع. هلا رحنا 3 اشهر ورجعنا لكتير اسباب ما حسيتها صراحه كتير حرزانه انه اطلع من لبنان، وخصوصا انه بلش شوي الوضع يزبط. سو وهيدا اللي صار. هلا من بعد ما رجعنا هون أنا قلت إنه بدي كفي بلبنان، بدي أعيش بلبنان بس بدي أعيش مرتاحة أنا وابني. سو اللي بدي أقلكن إياه إنه كل حدا فيكن عنده واي جواته يمكن بعد ما اكتشفه. كلنا بلشنا هيدا البزنس بدون ما نكون عارفين ليش الأساس، ليه أنا عم ببني هيدا البزنس. والواي تبعكم بتتغير مع الوقت، يعني ما بتضلها هي ذاتها، بتتطور بتتغير. سو من فترة اشتغلنا عملنا اكزرسايز على 7 ليفلز ديب واي، وسألت حالي وعملته للاكزرسايز واكتشفت انه انا كمان كنت عم فكر ذات الشيء. يعني الواي تبعيتي هي ابني أكيد بالدرجة الأولى، الواي تبعيتي هي إنه أنا كمان بدي أكون proud، بدي أكون مبسوطة بالقصص اللي عم بوصلها، مبسوطة إنه أنا مني محلي، ما رح ضلني محلي كل العمر، مثل أي وظيفة قادرة أكون عم بوصل. وهيدا أحلى شيء بالموضوع إنه هيدا البزنس ما فيه حدود، وين ما أنتوا بدكن فيكن توصلوا، بس المهم إنه تكونوا عارفين ليش بدكن توصلوا. كيف هينة
كل شيء بقلكن كيف، كل الترينينجز بتقلكن كيف، بس ليش هيدا الجواب عندكن انتو؟ ليش انا بدي اوصل no matter what، لو شو ما صار انا بدي اوصل. وكتبوها عندكن وشوفوها كل يوم كل يوم كل يوم قروها وعرفوا ليش. بس تعرفوا ليش ولا نهار رح توعوا وتقولوا انا ما قلي جلادي اشتغل اليوم او انا ما قلي جلادي للميتينجز اليوم. ولا حدا فيكن رح يقدر يوعى ويقول لا ما قلي جلادي اشتغل. ولا نهار بوعى انا بقول لا والله بطل حياة ابني والسيفتي تبعه والحياة تبعه مهمة بالنسبة لي. ولا نهار ولا نهار بقول عن حالي انا خلص مكتفية بمحل ما أنا وما بهمني أوصل أكتر من هيك. لا. سو عرفوا الواي تبعكن وبس. Thank you.